أهم أخبارنا النهاردة، الخطيب وتركي آل شيخ والعبار يستعرضون آخر تطورات مشروع القرن السادس النادي الأهلي اللي كل جماهير الأهلاوية بتستناه إن شاء الله. اجتمع الكابتن الكبير الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومعالي المستشار تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي والأستاذ محمد العبار. زي ما حضراتكم شايفين الفيديو، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، أستاذ محمد العبار رئيس إدارة شركة إعمار. وتم الاطلاع خلال الاجتماع على آخر الترتيبات الخاصة بمشروع القرن استاد النادي الأهلي وعرض التصميمات النهائية والفنية للمشروع استعدادا لبدء التنفيذ فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية لأرض المشروع. عارفين حضراتكم أهمية هذا الاستاد، هذا الكيان الكبير اللي كل الأهلاوية مستنياه إن شاء الله ينفذ أخيرا استاد النادي الأهلي. زي برضو ما حضراتكم عارفين الكابتن الخطيب أسطورة الكورة ورئيس النادي الأهلي بيولي اهتمامه الكبير لهذا الاستاد زي ما وعد كل الجماهير الأهلوية النهاردة.